عدة نجاحات في عدة محافل. أولا هنتكلم في فيما يخص المهرجان رقم واحد، إن هو يرتقي في زراعة نخيل التمر وشاهد المزارعين على مقاومة أفات نخيل التمر وبيساعدهم على الابتكار من خلال تحفيزهم من خلال مكافآت وجوائز يفرضها هذا المهرجان. واحد. اثنين، إن أنت بتسوق لواحد سيوة عالميا، كل الدول المهتمة بصناعة ومنتجة التمور موجودة معاك في هذا المهرجان، فأصبحت سيوة مرتبة بمهرجان التمور جلسة الخريفة السنوية داخل مصر، فأنت حققت حاجتين في أي واحد، التقيت بالتمر وصناعته وزراعته، وفي نفس الوقت سوقت لواحد مطروح ضمن واحد سيوة عالميا بدون ما تقصد.